تجربوا تقربوا لا على أشرفية ولا على أي نقطة بأرض الرب. سامعين؟ آمين. خلي العيال تنتبه لأولادها كيف عم يخطفولن أولادهم. هالرسالة لكل رجل الله، وفهموا علي شو معناتها رجل الله. بس يجي حدا يحط علم محطوط عليه قوز الكزح وشايلين منه لون، هيدي العلامة هي لرب الجنود. حتى عهد حتى ما يبيدكن. سمعت انه من احد الاشخاص، ويجب التاكد من ذلك، واذا كان صحيح كثير خطير وعبرك هلا هيدا ليسمعوني منيح بقوى الامن، سيده بتدق للمخفر. بعد شوي بيجوا لعندها من جنود الرب. قالت لهم انا دقيت للمخفر، انتو شو عرفكم؟ بيقولوا لهم المخفر خبرنا. اذا هيك عم بيتم التعاطي، لأنه معروف يعني اليوم عنده علاقات كتير واسعة شخص الممول والمسؤول عن هؤلاء اللي هو أنطون السحناوي، إذا هيك عم بيتم التعاطي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، كمان هذا مؤشر خطير. الآن نحن كأهل السنة في لبنان واقعون بين نارين، حزب الله في الضاحية وجنود الرب في الأشرفية، صح ولا لا؟ في صار عندنا حزب الله والضاحية وجنود الرب والأشرفية، ونحن أهل السنة. إذا الآن بيطلع منا واحد يسمي حاله أحباب الرب، ما حقلك حزب الله ولا جنب الله، حقلك أحباب الله. منيحك يا أخي، أنت الدين دواعش متطرفين إرهابيين مصاصين دماء أكلين لحوم البشر. في الواقع مجموعة جنود الرب هي مجموعة موجودة منذ أكثر من 5 سنوات، وخلال هذه المدة لم يسجل أنها قامت بتصرفات خارجة عن القانون، كما أنه لم يسجل عليها ظهور مسلح في الأماكن العامة أو بأي شكل من الأشكال، وهي بذلك تكون مجموعة محلية محصورة الوجود بمنطقة الأشرفية، وأعضاؤها معروفون بالأسماء، نشاطهم علني، وهم يشاركون، وهذه مفارقة، في حملات المساعدات الإنسانية في شهر رمضان المبارك والتي ترسل إلى المناطق الإسلامية.